عائلاتنا قريباً بيجتمعوا وبيتعرفوا وبتشوفوا بعضكن. وقتها إذا عجبك ابنه رح نكمل هالزواج. أكيد رح تكونوا مبسوطين. أنا بتمنى لكم التوفيق من قلبي. إيه؟ هدول الناس بالحكي تبعهم عطوني فكرة كتير منيحة. أنجلي، أنت شو عم تعملي هون؟ أنا كنت عم دور عليكي بغرفتك. بكل الأحوال حطيت لك كيس الهدايا بغرفتك لأني ما شفتك. مهك، معلش روح زور البيت السعيد هلا بهالوقت؟ معقول؟ أنجلي الوقت متأخر، فيكي تروحي بكرة. مهك بروح بس شوي وبرجع، أنا ما رح طول هنيك. طيب ماشي. أنجلي؟ شبه أنجلي مبين عليها متوترة، ما عم تحكي منيح كمان. طيب ليش بدها تروح لهنيك بهالوقت؟ مهيك، حددت شوية مواعيد منشان تحضيرات العرس، لازم نبلش نحضر كل شيء. شوري، أنا بعتقد أنه نحنا يفترض ما نستعجل كتير. مهيك شو بتقصدي أنتي؟ السيد كورانا طلب من ابنه يجي لهون وأنتي هلأ عم تقولي على مهل؟ شوريا، أنا عندي إحساس أنه أنجلي بصراحة ما أنا مبسوطة بهالخطبة هلأ. أبظن أنه هي متوترة، لهيك برأيي أنه نأجل الموضوع هلأ. بصراحة ما بدي إياها تحس أنه نحنا عم نجبرها على الزواج لأنه هي عايشة هون. مهيك، ما بعرف أنت شو قصتك اليوم. مو فكرتك أنه أنجلي تتزوج هلأ عم تترددي بالموضوع؟ إيه شوريا، بعرف أنه أنت معك حق، بس شفت أنه أنجلي هلأ مو جاهزة بهذا الوقت لقرار الزواج، ونحن ما لازم نجبرها على الزواج بدون إرادتها. وهي ليكا راحت على مأوى المسنين. وبعدين؟ حسيت أنه كان بدها تحكي بموضوع بس استعجلت فجأة وراحت، وبعتقد أنه هي خافت منك أنت. شوريا، أنا بعرف أنك عم تعمل هالشي لأنك خايف عليها وبدك مصلحتها، بس القصة أنه لازم نعطيها شوية وقت حتى تاخد القرار. مو نحنا لازم نقرر إمتى بدها تتزوج. شوريا، أنا بترجاك بس يوم واحد وأنا رح أحكي مع أنجلي فورا. مهيك اعملي اللي بدك يا، بعتقد أنه أخذنا القرار الصح من شان أنجلي ونحنا ما لازم نتراجع عنه.